حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على متابعة مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة عبر اتصالات متواصلة مع سموه خلال مراحل بطولة مونبزيير الدولية للقدرة في فرنسا لمسافة 160 كيلومتر التي توج سموه بلقبها عن جدارة واستحقاق وساهمت متابعه وحرص جلالته حفظه الله ورعاه بشكل بارز في تحقيق سموه المركز الاول. واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه اعتزازه بالمتابعه الابويه الملكيه التي كان لها الدور الكبير في تحقيق المركز الاول ومواصله كتابه الانجازات لمملكه البحرين في المحافل العالميه والاوروبيه. مشيرا سموه الى ان هذا الانجاز ثمره متابعه جلالته لابنائه الرياضيين في المحافل الخارجيه وقد تلقى سموه تهنئه من جلاله الملك المعظم عبر الهاتف بعد ختام السباق